يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يتصور الشيطان بصورة النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره؟ أبدا، الشيطان يتصور بصورة النبي هذا محال، لكن يمكن يروج على العوام يقول أن أنا الرسول، يمكن على العوام، أما الحقيقة لا، ما يتصور بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتصور بصورة غير صورة النبي، والعامي يصدقه، العامي يصدقه لأنه ما يعرف صورة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.